هذه الليلة النصوص التي طلبتموها. هذا النص الأول أنا سأقرأه من كتاب البداية والنهاية الجزء 11 البداية والنهاية للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 774 من الهجرة، تحقيق الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب للطباعة والنشر. الجزء 11، الجزء 11 المشاهد الكريم، وأنا بودي واقعا هنا ملاحظة أشيرها للمشاهد أنه هذه المصادر التي نأتي بها ونذكرها ونبينها للمشاهد بعد في الحلقات اللاحقة سوف لا نقف عندها، بودي أن المشاهد يكتبها حتى يستطيع أن يراجع، وإلا يأخذ من عندنا وقت أكثر مما ينبغي. في صفحة 573 من هذا الكتاب، يعني الجزء 11 من البداية والنهاية، صفحة 573، يقول: وقال الإمام أحمد، وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن وعفان، حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله في المنام بنصف النهار أشعث أغبر، يعني أنه مغبر الشعر وكثيفه، أشعث أغبر معه قارورة فيها دم، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه. التفتوا جيدا أنه ليس فقط دم الحسين، وإنما يعطي أهمية خاصة أيضا لدم ماذا؟ لدم أصحاب الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم. قال عمار فأحصينا ذا، الذي نقل الرواية، قال عمار فأحصينا ذلك اليوم فوجدناه قد قتل في ذلك. ثم يقول ابن كثير: وإسناده قوي. إذن يصحح ماذا؟ إسناد هذا الحديث. ثم ينقل: وقال ابن أبي الدنيا حدثنا عبد الله بن محمد بن هانئ أبو عبد الرحمن، إلى أن يقول: حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال: استيقظ ابن عباس من نومه فاسترجع وقال: قتل الحسين والله. من يقول؟ ابن عباس، لأنه يعلم أن هذه الرؤيا رؤيا ماذا؟ رؤيا صادقة وحقيقية. قتل الحسين والله. فقال له أصحابه: كلا. طبعا في نسخة أخرى يقولون قال له أصحابه: لما؟ فقال له أصحابه: كلا يا ابن عباس كلا. قال: رأيت رسول الله ومعه زجاجة من دم، فقال: ألا تعلموا ما صنعت أمتي من بعدي؟ قتلوا ابني الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أرفعهما إلى الله بهذه القارة. التفتوا جيدا، هذا الدم وصل إلى مقام أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو الجامع لهذا الدم، ليرفعه لمن؟ ليرفعه إلى الله سبحانه. العمل الصالح يرفعه. هسا الآن أحسنتم، أحسن جزاكم الله خيرا. إن شاء الله بعد ذلك، إن شاء الله إذا صارت عندنا أبحاث، سنقف عند مسألة أنه لماذا هذا الدم ينبغي أن يرفع ماذا؟ إلى الله. واقعا لأنه يوم القيامة عندما تنصب الموازين القسط لابد أن هذا الدم ماذا؟ يشهد على قاتل الحسين وعلى قتلة الحسين وعلى من أمر بقتل الحسين. على أي الأحوال، قال: وهذا دمه ودم أصحابه أرفعهما إلى الله. قال: فكتب ذلك اليوم الذي قال فيه وتلك الساعة. كتبنا ذلك اليوم الذي قال ابن عباس أنه قتل الحسين، نعم، في اليوم الذي رأى الرؤيا أنه رؤية. أحسنتم، نعم. يقول: فما لبثوا إلا 24 يوما حتى جاءهم الخبر بالمدينة أنه قتل في ذلك اليوم وتلك الساعة. سبحان، هذا هو الحديث الذي ينقله من؟ في البداية والنهاية ابن كثير في البداية، ويقول إسناده ماذا؟ قوي. إسناده قوي، قوي. طبعا هذه الحقيقة.
المصدر الثاني الذي أشار إلى هذه الحقيقة ما ورد في مسند الإمام أحمد، اللي أنا في الحلقة السابقة أشرت إلى هذا المصدر، مسند الإمام أحمد الجزء الرابع اللي بتحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد. هناك في هذا الجزء الرابع من هذا الكتاب في صفحة 59 وفي صفحة 336 يوجد هذا الحديث كرر عن ابن عباس قال: رأيت النبي في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتتبع فيها شيئا. قال: قلت يا رسول الله ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه، لم أزل أتتبعه منذ اليوم. قال عمار: فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم. في الحاشية أو المحقق عن الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط بيودي أنه تخرج، يقول: إسناده قوي على شرط مسلم، حتى على شرط مسلم إسناده ماذا؟ قوي. يقول: وأخرجه الطبراني في الحديث 2822 وكذلك في الحديث 12837 والحاكم النيسابوري أخرجه في المستدرك في المجلد الرابع صفحة 397 و98 من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. هذا المورد الثاني. المورد الثالث الذي ورد فيه وهو ما جاء في فضائل الصحابة الجزء الثاني، وأيضا أتذكر في الأسبوع الماضي أيضا أشرت إليه، فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل المتوفى 241 من الهجرة، دار ابن الجوزي، طبعة جديدة ومنقحة، في المجلد الثاني صفحة 977. هناك ينقل عدة أحاديث أنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها. أيضا في الحديث 1380 يشير إلى هذا الحديث، وفي الذيل أيضا يقول إسناده صحيح، ثم يشير إلى مجموعة المحقق الذي أشرت إليه وهو وصي الله بن محمد عباس، يشير إلى مجموعة متعددة لهذا الحديث، يقول له طرق متعددة. وهكذا في الحديث 1381 وهكذا في أحاديث متعددة نجد أنه ينقل الرواية. هذه مو تكرار الرواية، وإنما الرواية بطرق ماذا؟ متعددة. بطرق متعددة. هذا من المصادر. ابن كثير بعد أن يشير إلى هذا المعنى اللي أشرنا إليه في البداية والنهاية يقول في صفحة 579 في صفحة 579 هذه عبارته، بعد أن ينقل بأنه ماذا فعلوا بالحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، كل هذه الروايات اللي نقلناها ومنها هذه الرواية، وهي الرواية أن الحسين أنه تبكي، فقلت ما يبكيك؟ فقالت: رأيت رسول الله في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب. هاي يقول وروى الترمذي، هذه الرواية مخلي أنقلها مناسب للمشاهد، وروى الترمذي عن أبي سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمر عن رزين عن سلمة قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت ما يبكيك؟ فقالت: رأيت رسول الله في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب، اللي في الروايات السابقة أشعث ماذا؟ أغبر. فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: شهدت قتل الحسين آنفا. يعني حضرت المقتل. هسه بيني وبين الله أنا لا أدخل في تفاصيل هذا الحديث، يقولون أن رسول الله ميت مولانا، شهيد يعني حضر. أنا لا أعلم إذا كان ميت مولانا رسول الله، إذا كان لا يعلم رسول الله، إذا 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 لم إذا ليس هو كذا، فلماذا كيف نفسر هذه الروايات؟ واقعا هذه أتركها للمشاهدين. فسر الله عملكم ورسوله على الأحوال. أحسنتم. ما لك يا رسول الله؟ قال: شهدت قتل الحسين آنفا، إلى أن تقول الرواية عن شهر بن حوشب قال: إنا لعند أم سلمة زوج النبي فسمعنا صارخة فأقبلت حتى انتهت إلى أم سلمة فقالت: قتل الحسين. فقالت: قد فعلوها، ملأ الله قبورهم أو بيوتهم عليهم نارا ووقعت مغشيا عليها وقمنا.